وصفة بورق السدر، وصفة الطب منع تساقط الشعر، قصتي نتائج جد مذهلة ابتداء من الأسابيع الأولى ديال الاستعمال. خود ولا خودي أوراق السدر، أنقيهم من الأحجار والأعواد اللي كيكونوا فيهم، من بعد أندقوهم حتى يوليو لنا على شكل بودر رطبة. غنبقاو نضيفو ليهم في مقطر الورد وحنا كنحركو، ما نوقفوش من عملية التحريك، نبقاو كنحركو. من بعد ما خلطناها مزيان غتولي لنا على شكل عجينة رطبة ومتماسكة. طريقة الاستعمال هي قسمي شعرك إلى أقسام بحال اللي غتصبغي، تاخدي العجينة ديالنا وتوزعي على شعرك بشكل كامل. وصفة صالحة حتى للرجال وخا خطبت غير النساء. نديرو هاد الوصفة لمدة شهر، بعد الأسابيع إن شاء الله من الأسبوع الأول كيبان التغيير.